الحالية طبعاً فترة متوقع الاستقرار، ونتوقع أن مع الاضطرابات العالمية حتى لو انخفض الفترة القادمة بعض الانخفاض فإنه بيعود الارتفاع ليرتفع ويتخطى النقطة التي هبط منها الأسعار. هو عالمياً ومحلياً بيعود للارتفاع بقوة، وله فترات معينة يرتفع فيها خاصة مع الاضطرابات الجيوسياسية والحروب الاقتصادية. وما ننساش ان كوفيد 19 له تأثير قوي جدا، ودول كتير وبنوك مركزية كتير جدا بتلجأ الى تخزين الذهب كسبائك، كمخزن قيمة جيد جدا وكمصدر قوة للاقتصاد القومي لهذه البلاد. احنا بالنسبة بنشكر فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بصناعة الذهب بشقيها التعدين والصناعي وإنشاء مدينة للذهب، وده ليه مردود جيد جدا على صناعة الذهب في مصر لكي تعود كسابق عهدها رائدة في الشرق الأوسط كما كانت سابقاً.